هلا يا طلاب الحلوين، رح نتعرف على حرفنا الجديد I capital I capital I small I small I capital I capital I small I small. وهلا رح نتعرف على الكلمات المرافقة في الكتاب آيس كريم بوظة آيس كريم بوظة آيرون مكوى آيرون مكوى آيس ثلج إنسكت حشرة إنسكت حشرة. وهلأ يا طلاب الحلوين رح نشوف طريقة كتابة حرف الآي. النقطة عندي بتبلش من أول السطر، بنزل خط مستقيم لتحت على السطر الأزرق آي 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 كابيتال. كمان مرة، النقطة عندي بتبلش من أول سطر، بنزل فيها خط مستقيم للسطر الثالث آي 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 كابيتال. انتبهوا يا طلاب الحلوين إنه الآي ما بتنزل على السطر الرابع. وهلا آي سمول كتابتها بتبلش عندي من السطر الثاني للسطر الثالث على السطر الأزرق، بنزل وأضع النقطة I small I small. إذا I small بتبلش هنا من السطر الثاني للسطر الثالث I capital I small. وهلأ يا طلاب الحلوين الواجب المطلوب منا لون I capital I small وكتابة I capital I small، ويعطيكم العافية.